تركنا الزراعة ولن نعود إليها. لن يزرع هذا الفلاح أرضه بعد اليوم، وسيتركها في هذا العام جرداء لا شيء فيها، وذلك بسبب قلة الدعم الحكومي للفلاح وغياب قوانين حماية المنتج المحلي وضياع المحاصيل ما بين مطرقة منافسة المستورد وسندان غياب الدعم من الحكومة. سعاني بالنسبة لي ما أزرع السنة، هاي السنة تعبت حيل حيل، يعني السعاني عندي تفاح القاع العام زرعت هاي قطعتين ما انباع عن كلها وكله ما انباع، يعني الطن ماله ما ينباع، كان 200 140 130 150. الحكومة ليست معنا ولا تدعمنا بشيء، هذا لسان حال الفلاحين في الموصل وقد يكون في عموم البلاد أيضا، ويقولون لو كنا نمتلك مصدر رزق آخر لتركنا الزراعة ولن نعود إليها، فقد ضاقت بها السبل وضاقت بنا أيضا. والله ما له أي دور، يعني شغلته تعبانة حيل بالنسبة لنا احنا، غير يعني أسمدة غالية، حبوب غالية، عند المنتوج رخيص من المستورد، لو عندنا غير شغلة نعوفة، أنا أقول لك يا نعوفة الشغلة، ماكو أي دعم للفلاح، ماكو أي يعني شيء، كله هسه على حساب الحكومة، ماكو دعم حكومي احنا بالنسبة لنا، خاصة احنا هسه هنا ما عندنا دعم حكومي، كله نشتغل نشتري على حسابنا، من بزورات لكيمياوي لمبيدات كل شيء يعني. كله من جيبنا الخاص. لا دعم يذكر في تجهيز الفلاحين سواء بالأسمدة أو البذور أو المكائن والمرشات، وكل شيء يقع على عاتق الفلاح لينتهي به المطاف بائعا المحصول بثمنه أو قد يخسر به في حال تغلب عليه المحصول المستورد، ويوما بعد يوم يزداد واقع الزراعة بؤسا ومعه حال الفلاح كذلك. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.